قال سعادة النائب غازي الرحمة عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في ندوة المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان بجنيف إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اتجهت نحو تبني الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015 وتقديم تقارير طوعية تقيس حجم إنجازاتها في هذا المجال، مشيرا إلى دور السلطة التشريعية الفعال في ربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان. وأكد سعادة النائب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن مشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حرص على تعزيز حرية الرأي والتعبير. إيمان مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة واضح وجلي، خصوصا خلال إطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جائزة عالمية هي الأولى من نوعها. عبرت عن هذا الإيمان الراسخ لمملكة البحرين في قدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل حق جميع الناس. وحبيت أني أؤكد أن مملكة البحرين من أكثر الدول تقدما وأقدمها في المنطقة في مجال تعزيز ممارسة حرية التعبير، والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه حرص على أن اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال في تعزيز حرية الرأي والتعبير المسؤولة بدون المساس بالثوابت الوطنية